اليوم نشرف على انطلاق القافلة التضامنية تاع القطاع الفلاحي اللي تساهم في تتضامن مع الإخوان المتضررين من الحرائق الأخيرة اللي شهدتها منطقة شرق البلاد، خاصة ولاية الطرف وسقارص، وين شفنا الخسائر، يعني خسائر بشرية خسائر مادية. اليوم هناك انطلاقة تاع تضامنية للقطاع اللي ساهم فيها كل الفاعلين في القطاع، من قطاع خاص، من قطاع عام، مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة في القطاع الفلاحي، غرف فلاحية، فلاحين اللي ساهموا من كل ربوع الوطن تضامنا مع إخوانهم في ولاية الطرف ولاية سقهراس. كان هناك حوالي أكثر من 300 طن تاع مواد غذائية، خضروات، اللي راح تروح إن شاء الله تنطلق لهذه الولايات المتضررة. كاين بعض المنتوجات الأخرى كالأعلاف اللي انطلقت من بعض الولايات، وهناك ولايات يعني البعيدة ذلك كذلك انطلقوا يعني وراحوا يساهموا في هذه الحملة التضامنية مع إخواننا المتضررين.